يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أعلم عن رجل أنه تقي وورع، فهل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك بفلان أن تغيثنا؟ لا، لا يجوز التوسل بالمخلوق، لا يجوز التوسل بالمخلوق، هذا شيء درستموه في التوسل والوسيلة، التوسل بالمخلوق لا يجوز. نعم، إنما التوسل بالأعمال الصالحة أو بأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع. نعم. نعم.